قدر فيها عدة احتمالات. يقدر المنتخب، شوف على الورق المنتخب الأرجنتيني يقدر يفعل الفعلة هذه ويفوز بكأس العالم، لأن عنده تعداد جد ثري، عنده ثقافة تاع كرة القدم. الفريق الأرجنتيني مثل المنتخب الأرجنتيني، مثل المنتخب الإيطالي أو المنتخب البرازيلي. نشوفوا باللي المنتخب الإيطالي كما كاش في كأس العالم كاين شيء ناقص. نعرفوا باللي هذه منتخبات دائما ما تصنع الإثارة في الكؤوس العالمية. نشوفوا باللي تكلمنا على ميسي، وين تكلمتوا عليه، تكلم الأخ سفيان ومحمد على الاحترام المتبادل بين ميسي والزملاء تاعو، يحبوه قاع يدي لماذا